انطلقت فعاليات مهرجان دمياط 2024 واللي بيستهدف فعاليات الترويج للمحافظة من خلال تنظيم عدة أنشطة ثقافية وصناعية وسياحية، ده بهدف تسويق للمحافظة في كافة القطاعات. طبعا ما فيش شك، المهرجان كمان يدينا بيستهدف إعادة اكتشاف مقومات المحافظة مجددا، وبيتضمن فعاليات متنوعة ومختلفة في كل أنحاء المحافظة، وبيرفع شعار دمياط حاجة تانية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون أستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. هو كده كده يا فندم دمياط حاجة تانية، بس عايزين نفهم منك أكتر فعاليات المهرجان. والله هو المهرجان هو فكرة الغرض منها التسويق لدمياط. دمياط فيها إمكانيات كويسة جدا، عالية جدا. بنحاول نستغل جزء من إمكانيات دمياط. اتعمل مهرجان، ده مهرجان فني رياضي ثقافي، يعني في كل مقومات مشترك فيه، وزارة التنمية المحلية، وزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، وزارة البترول، بالإضافة للغرفة التجارية. الغرض من المهرجان إن هو يعمل، يعني إحنا بنعلن عن دمياط، دمياط جميلة، دمياط تعالوا زوروا دمياط، اتفرجوا على دمياط، اشتروا من دمياط موبيليا هيبقى فيها عليها خصومات، كله سمك من دمياط، اتفسحوا دمياط، زوروا مطاعم دمياط، زوروا محلات حلويات دمياط. احنا نروح مدينة. انا قضيت طفولتي كلها في راس البر على فكره، كل سنه كنت لازم اصيف في راس البر لان جدتي دمياطيه، يعني فانا بالنسبه لي دمياط دي اساسي في حياتي. طب جميل. يعني اخر مره حبيت جيت دمياط امتى؟ يعني ممكن من سنه او سنتين تقريبا يعني. بس انا دمياط جميله، دمياط جميله جدا، راس البر جميله جدا 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 جدا. مش محتاجه يعني مهرجان دمياط بالذات، مش محتاجه مهرجان عشان تعلن عن نفسها، لكن هي فعلا شبابها كمان مميز قوي، ان هم نسبه البطاله يمكن صفر في محافظه دمياط، غير كده ان انتوا بتحاولوا دايما تجددوا وتنوعوا في الحاجات اللي بتحاولوا تقدموها للناس عشان تظهروا وتبرزوا جمال المحافظه بشكل كبير. احنا فعلا بنعمل دعوه لشعب مصر بانه يزور دمياط، يعني دعوه ان انتوا تعالوا زوروا دمياط، استمتعوا بجو دمياط، شوفوا الصناعه في دمياط، شوفوا الاثار. احنا عندنا في دمياط في عزبه البرج مثلا منطقه فيها اسمها طابق عرابي، دي بيتم حاليا الاستعداد لتنظيم المكان دوت بحيث ان هو يستقبل السياح. في عندنا في دمياط فعلا، دمياط فيها كل حاجه، دمياط موقعها، اهلها، هواها وجوها بصراحه، كل شيء كل شيء. راس البر طبعا حضرتك زي ما انت عارفه جميله جدا 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 طبعا. يعني طيب ازاي يا فندم تم التنسيق ما بين كل الجهات اللي حضرتك ذكرتها عشان يخرج المهرجان بهذا الشكل؟ والله الان بالقصه دي طبعا الدكتور ايمن شهابي محافظ دمياط هو اللي جمع كل الجهات دي وتواصل معاهم، وحددنا يوم، حددنا الفتره اللي احنا فيها دي اللي هي من 1 ل 9 نوفمبر، لان دي الفتره بتبقى فتره جميله اللي هي الجو فيها لا هو جو حر ولا هو جو برد، لسه البرد ما دخلش، والحر الشديد اللي انت ما تعرفش تمشي فيه في الشارع ده خلاص انتهى. فتحديد الفتره الكلام ده كله اخذ بناء على دراسات وبناء على تحديد، وفي نفس الوقت برضه بيبقى الفتره دي بتبقى فتره هدوء شويه في دمياط، فاللي عايز يجي راس البر، اللي عايز يجي هيستمتع بجو راس البر، اكيد طبعا، بشوارعها الفاضيه، الدنيا جميله. يعني هي عمليه توثيقيه تمت بين جميع الاطراف. يعني هي ايه المناطق اللي تم عمل المهرجان فيها؟ يعني اكيد في راس البر، لكن في ايه تاني في مناطق في محافظه دمياط تم التسويق ليها في هذا المهرجان؟ شوفي حضرتك، في راس البر طبعا عندنا اللسان، وعندنا الفندق الموجود في اللسان، على منطقه اللسان. ايوه، في طبعا اتعمل، في هيبقى في فعاليات كتير جدا بتبقى في راس البر، في معرض اساس اتعمل امبارح جنب الفندق على النيل في اللسان، ده اشترك فيه عدد كبير من مصنعين اساس والزوار اللي كانوا معانا، كان معانا نائب وزير السياحه ومستشار وزير السياحه، مجموعه من الزوار، كان معانا الفنان حسن رداد، واتفرجوا على المعروضات الموجوده على اللسان، بالاضافه الى دمياط. في دمياط فيها فعاليات، في ماراثون جري، في مسابقات يخوت، في مسابقات صيد هتتعمل في راس البر، في مسابقات دراجات هتبقى، وهيبقى في زي حفلات مستمره، في ندوات، في دمياط الجديده اتعمل فيها امبارح معرض استثمار عقاري، ده تحت اشراف شعبه الاساس في الغرفه، شعبه الاستثمار العقاري في الغرفه التجاريه، بحيث ان احنا
يعني كل اماكن دمياط تم استغلالها، دمياط ودمياط الجديده وراس البر. طيب ده جميل جدا يا فندم. احنا شايفين كمان من خلال الصور في شباب كتير موجودين في الفعاليات، ازاي تم اختيارهم وايه طبيعه دورهم في هذا المهرجان؟ انت حضرتك بتتكلم على الماراثون ولا على ايه؟ الشباب اللي موجودين دلوقتي يا فندم في الصور اللي احنا بنعرضها على الشاشه دلوقتي. في طبعا ده الاختيار بناء على دول كله اهالي دمياط، من اهل دمياط تم اختيارهم بحيث ان هم يقوموا بالمهمه ديت اللي هي الايه، خدمه المهرجان يعني. تمام، لكن اكيد في شباب من محافظات مختلفه كانوا موجودين. ولا ده يعني ولا شباب دمياط بس؟ لا هو كله شباب دمياط يعني. ده شباب دمياط ماشي. انا شباب دمياط بس هو في بقى استعانه مثلا بمتخصصين في اماكن ثانيه، دي من محافظات ثانيه يعني بيبقوا اللي كنت اقصده يا استاذ محمد مفهوم طبعا. اللي كنت اقصده انه مش بسال على شباب باقي المحافظات في التنظيم او المشاركه بفعاليات في المهرجان، لا وجودهم في حد ذاته، لان احنا عاملين المهرجان ده للترويج لدمياط، فطبيعي ان يكون موجود معانا ناس من محافظات مختلفه عشان يقدروا هم كمان يساعدونا في عمليه الترويج في محافظات. مظبوط. وبرده الفرق الموسيقيه والفرق اللي دول كلهم برده من بره دمياط، يعني في ناس كتير من بره دمياط ان هو متخصص في حاجه معينه بيفيدنا فيها في دمياط يعني. احنا طبعا بنتمنى لكم التوفيق في هذا المهرجان، وزي ما بقول مره ثانيه دمياط مش محتاجه مهرجان الاعلان والتسويق عن نفسها، لكن هي منطقه جميله جدا ومن اجمل محافظات مصر. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فايد رئيس الغرفه التجاريه بدمياط.